أعزائي التلاميذ المقبلين على الامتحان الجهوي، السلام عليكم ورحمة الله. في المقطع السابق تعرفنا على شخصيات رواية صندوق العجائب لا بواطة ميرفيل. في هذا المقطع إن شاء الله تعالى سنقوم بتلخيص جميع الفقرات بالفرنسية مع شرحها باللغة العربية بطريقة مبسطة وميسرة. فلنبدأ على بركة الله. La boîte à merveilles, ou machine la boîte à merveilles, j'ai mis riwayat, tatakawan min situation initiale, yani wadaiyat al-bidaya, ou al-muqaddima, hna f la boîte à merveilles, fiha 8 chapitres, le chapitre 1 hatta chapitre 8. Les perturbations, huma wahed al-ahdath tatji tughayyiru al-qissa, yani tatkun al-qissa machi 'adiya f wahed al-masar, thumma tati bijmou'a min al-ahdath lati تحدث اضطرابا في الرواية. فيها شابيتر 9 لي بيريبيتي، كاين في شابيتر 10 و 11 لي بيريبيتي، هما تطور هاد الاحداث والاضطرابات. ثم دين موي سيتياسيون فينال، يعني الخاتمه، كاينه في شابيتر 12. غادي نطرقوا لشابيتر بار شابيتر، كل شابيتر نشوفوا ريزومي ديالو بالفرنسيه مع شرح بالعربيه في ان واحد. فلنبدأ على بركة الله. Chapitre 1. Étant adulte, le narrateur se souvient de son enfance. يعني الراوي كان يعني راشدا في الوقت الذي كان يروي لنا هذه القصة ويتذكر طفولته. Le narrateur présente les habitants de Dar Shuafa. الراوي يقدم لنا سكان ديال منزل دار شوافة التي كان يقطن بها. Le narrateur exprime ses réticences à l'égard du bain mort qu'il considère comme l'enfer. الراوي يشرح لنا تردده تجاه الحمام الذي كان يعتبره مثل الجحيم. À cause de la lessive, la mère du narrateur se querelle avec sa voisine Rahma. يعني بسبب الغسيل، يعني صبين النشر ديال الغسيل، لا مير دي ناراتور، الام دراوي كانت تتشاجر مع جارتها رحمه. هذه هي الافكار الاساسيه ديال شابيتر 1. نمروا للشابيتر الثاني. شابيتر 2. لو ناراتور ديتست لو ماردي، سي لو جور دو لا ريسيتاسيون. إن الراوي يكره يوم الثلاثاء لأنه يوم التلاوة. للايش كونسي على اللزوبيدا كي سوفر دو لا ميغرين دو سو روندر او موسولي سيدي علي بوغالب. يعني للايش نصحات الصديقة ديالها للزوبيدا اللي تتعاني من الصداع باش تزور ضريح سيدي علي بوغالب. Au sanctuaire, pendant que les deux femmes sont livrées à leur prière, le narrateur est griffé par un chat. يعني عندما كانت هاتين المرأتين في الضريح، يعني لالا عيشة ولالا زبيدة مشغلتين في الصلاة، الراوي تم قامت قطة بخدشه. الراوي يعني تم خدشه من طرف قطة. شابيتر 3. Ébloué par une lampe à pétrole achetée par Fatma Bzouia, لالا زبيدة دوموند أ سون ماري دو لوي زون أشتي أون. يعني واحد المصباح هادوك ديال الغاز، يعني اللي كانوا يستعملون قديما، يضيء لفاطمة بزوية. لالا زبيدة طلبت من الزوج ديالها تا هو يشري لها واحد المصباح مضيء مثل اللي عند لالا فاطمة. رحمة بير سا في زينب أو ميليو دي ستوك. رحمة فقدت الفتاة ديالها، يعني تلفت لها في وسط ستوك. Retrouvant sa fille, Rahma offre un repas en l'honneur des aveugles pour remercier Dieu. بعدما وجدت بنتها أرادت أن تشكر الله عز وجل فقدمت وجبة أكل للمكفوفين. Chapitre 4. Les premiers jours du printemps, le narrateur et sa mère sont invités chez Lalla Aïcha.
يعني في الأيام الأولى ديال الفصل الرابع، الراوي والأم ديالو يعني تم استدعاؤهم عند لالة عائشة، يعني عرضات عليهم. Les deux femmes se livrent à des commérages. يعني هاد لي دو فام، يعني لا مير دو ناراتور ولا عائشة، كانوا يشاركون في الثرثرة، يعني يتحدثون كثيرا وتدخل فيها أيضا نميمة وما جورها. Arrivé inattendu de Moulay Arbi pour mettre sa femme au courant de ses problèmes avec son associé Abdelkader. يعني مجيء غير منتظر من مولاي العربي pour mettre sa femme au courant de ses problèmes. لكي يخبر زوجته بالمشاكل التي حدثت له avec son associé Abdelkader مع الشريك ديالو في العمل Abdelkader. Le lendemain, Lala Zubida fait part à son mari des malheurs de مولاي العربي. في اليوم الموالي لالا زبيدة في باغ سون ماري، يعني علمت الزوج ديالها بالمشاكل ديال مولاي العربي اللي جا تيتشكى بالصديق ديالو عبد القادر للزوجة ديالو. هي سمعت ديك الكلام لالا زبيدة ونقلاتو عاوتاني للزوج ديالها. شابيتر 5، دون زين اتموسفير ديتوندو، يعني في واحد الجو السرخاء، le fiqh annonce aux élèves la décision de commencer les préparatifs de l'Ashura. Le fiqh علم التلاميذ ديالو بالقرار ديال بدء الاستعدادات ديال عاشور. La mère du narrateur met au courant ses voisines du malheur de Moulay al-Arabi. أم الراوي أخبرت الجيران ديالها بالمشاكل التي حدثت لمولاي العربي. Des cris venant des voisins perturbant le silence du quartier. يعني الصرخات كانت تأتي من الجيران perturbant le silence du quartier، أزالت ذلك الهدوء في الحي. هاد الصرخات يعني صيحات بالصراخ سيدي محمد بن طاهر لو كوافور اي مور، يعني يعلنون على موت الحلاق سيدي محمد بن طاهر. Le récit fait par le père concernant l'homme pieux qui tient une boutique dans un souk. الرواية كانت من طرف الأب يروي عن الرجل التقي الذي كان له محل في السوق. Chapitre 6. Le frère répartit les tâches aux élèves. Préparation pour l'Ashura. إن الفقيه قام بتقسيم الأدوار على التلاميذ استعدادا لعاشورا. La mère emmène le narrateur pour lui acheter des vêtements neufs. أم الراوي أخذت ابنها معها، يعني الراوي، لتشتري له ملابس جديدة. Chapitre 7. Les femmes prennent part à la fête et s'achètent des bendir et des tambours. Et les nissa, حتىهم يعني شاركوا في استعدادة لعاشوراء وقاموا بشراء البنادر والدربوغات. Le père accompagne son fils chez Si Abd al-Rahman pour la coiffure. يعني الأب أخذ ابنه عند Si Abd al-Rahman من أجل الحلاقة. Le bavardage du coiffeur, يعني الدردشة ديال الكوافور معهم. Le jour de Ashura, le narrateur est réveillé pour aller dans une atmosphère de joie, fêter l'événement aussi d'accompagné de son père. يعني في يوم عاشوراء الراوي استيقظ ليذهب في جو من الفرحة والسرور، يعني فرحا بهذا الحدث ديال عاشوراء، ومسيد المسيد accompagné de son père برفقة أبيه. La visite surprise de Lalla Aïcha, يعني الزيارة المفاجئة de Lalla Aïcha. Chapitre 8. Un lundi, le père annonce à sa famille qu'il a l'intention d'emmener sa femme au souk des bijoux pour lui acheter des bracelets, soleil et lune. يعني يوم واحد يوم الاثنين الأب أعلم العائلة ديالو بأن لديه يعني فكرة أن يأخذ زوجته إلى السوق لكي يشتري لها الحلي، يعني ديال الذهب. pour lui acheter des bracelets. soleil et lune، يعني الشمس والقمر، يعني الديكور ديالو. le père se dispute avec un courtier، يعني الدلال qui veut lui jouer un tour. يعني الأب يتجادل مع الدلال واحد السمسار الذي كان يريد أن يخدعه. à la maison، la femme refuse les fameux bracelets sous prétexte qu'ils sont un porte-malheur. في المنزل المرأة رفضت هاد لي براسلي بحجة أنهم يعني يأتونها بسوء الحظ. A cause de ces événements, le narrateur tombe malade. بسبب هذه الأحداث
يعني لو ناراتور الراوي أصيب يعني سقط مريضا. لالا عائشة مي او كورون سون امي دو ليفوليسيون دو سي مالور. لالا عائشة خبرت الصديقة ديالها بالتطور ديال الأحداث والمشاكل التي وقعت لها. Chapitre 9. Le père annonce à sa femme qu'il a perdu son maigre capital au souk. L'ab a'lana zawjatahu bi'annahu khasira ra's malihi ad-da'il souk. Il prend la décision d'aller à la campagne pour travailler comme moissonneur afin de redresser sa situation financière. اتخذ القرار بأن يذهب إلى القرية لكي يعمل في الحصاد حتى يعني يجمع شيئا من المال ويحسن حالته المادية. En raison de leur malheur, les deux femmes décident d'aller consulter le voyant Sidi Al-Rafi qui habite au quartier Sfah. بسبب المشاكل ديالهم يعني les deux femmes, المرأتان معا هي والصديقة ديالها décide d'aller consulter قرروا الذهاب لزيارة العراف سيدي العرافي اللي تيسكن في حي السفاح. Chapitre 10. Rituel exécuté avec adresse par le voyant dans un climat très spirituel. يعني تم تنفيذ الطقوس من طرف هذا العراف في واحد الجو روحاني. Satisfaction totale des visiteurs, يعني الرضا التام ديال الزوار يعني لي دو فام. فيزيت انطوندو دي ميساجي انفويي بار معلم عبد السلام جوا دي ميزوري دو لالا زبيده. مجيء غير منتظر ديال الرسول يعني الذي اتى برساله ترسلات عند المعلم عبد السلام وفرحه لالا زبيده بهذه الرساله. اغيفي à l'improvise de la Aïcha porteuse d'une bonne surprise pour son ami. مجيء غير منتظر دو لالا عائشة وهي تحمل معها واحد المفاجأة للصديقة ديالها. Chapitre 11. Lorsque les deux femmes sont en train de parler, عندما كان يعني كانت المرأتان تتحدثان, سلمى la marieuse arrive et annonce. سلمى la marieuse يعني المكلفة يعني بتزويج الناس يعني تدخل في المسائل ديال الزواج. أغيب إي أنونس جات وعلماتهم كو مولاي العربي أبخي لا ديسيسيون دو ديفورسي. مولاي العربي خدا القرار باش يطلق دافيك لا في دي كوافور, يطلق من بنت الكوافور اللي كان تزوج بها الثانية. إي أو ميم طون دو روفونيغ فيفغ أفيك سا بخوميييغ فام, ويرجع يعيش مع الزوجة ديالو الأولى. Chapitre 12. Un élève est envoyé par le fqih pour avoir des nouvelles de la santé du narrateur. Il est le fqih arsala wahd tilmid min talamida dialo li yatma'inahu ala sihhat ar-rawi. Zainab annonce le retour du père. Zainab almat al-awda dial ab dial ar-rawi de son voyage awdatihi min as-safar en portant avec lui des richesses. Wa ja'a ma'ah bi yani bi tarwa. Le narrateur retrouve son bonheur, يعني الراوي وجد يعني فرحته مرة أخرى وعاد نشيطا. Il se remet à rêver avec sa boîte à merveilles وبدأ يحلم مرة أخرى بصندوق العجائب. وهكذا أعزائي التلاميذ نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا المقطع. إلى أن ألقاكم في مقطع آخر أتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.